أول ظهور للملك سلمان بن عبد العزيز بعد دخوله المستشفى، وهذا ما تم كشفه عن حالته الصحية. وأكبر مكافح للفساد واكتبر وزنة رسول لا تقبل فساد على أحد. تصدر اسم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز محركات البحث والترند في الذكرى السنوية العاشرة لتوليه الحكم، كما صودف الظهور الأول له بعد دخوله المستشفى. وفي التفاصيل، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة إعادة انتخابه لمدة رئاسية جديدة. وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. وأشاد بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة. تلقى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان. وكان قد أعلن الديوان الملكي السعودي مساء الأحد أن الملك سلمان سيجري بعض الفحوصات الطبية جراء التهاب في الرئة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان الديوان الملكي، يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مساء اليوم الأحد في الثالث من ربيع الآخر 1446 هجري الموافق في السادس من أكتوبر 2024 ميلادي، بناء على ما أوصت به العيادات الملكية، بعض الفحوصات الطبية جراء التهاب في الرئة. في المواطن في بلادنا وجزء من أجزاء وطن الغالي محل اهتمامي ورعايتي. وكانت آخر مرة ترأس فيها الملك سلمان اجتماعاً لمجلس الوزراء في أغسطس بعد أقل من أسبوعين من إصداره أمراً ملكياً يسمح للمجلس بالانعقاد في غيابه أو غياب ولي العهد أو كليهما. ويتولى الملك سلمان البالغ من العمر 88 عاماً العرش منذ عام 2015، ويدير شؤون الحكم اليومية نجله الأمير محمد بن سلمان البالغ من العمر 39 عاماً والذي تم تعيينه ولياً للعهد عام 2017. ونادراً ما تتم مناقشة صحة الملك سلمان، لكن الديوان الملكي كشف في أيار مايو أنه يخضع لبرنامج علاجي يتضمن مضادات حيوية بعد دخوله المستشفى لإجراء فحوص، وأعلن بعد فترة وجيزة أنه تعافى. وفي نيسان أبريل تم إدخاله إلى المستشفى لإجراء فحوصات روتينية وغادر في وقت لاحق من اليوم نفسه. قبل ذلك دخل المستشفى في أيار مايو 2022 حيث خضع لمنظار على القولون وبقي هناك لمدة أسبوع تقريباً لإجراء فحوص أخرى وللراحة حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية حينذاك. ودخل المستشفى أيضاً في أذار مارس 2022 للخضوع لما وصفته وسائل الإعلام الرسمية بفحوصات تكللت بالنجاح ولتغيير بطارية جهاز تنظيم ضربات القلب. تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين.